يا أهلا وسهلا. فريق السلام للإنقاذ في قضية مرة مهمة اللي هي ضياع الناس في الصحراء. جمعية تطوعية رسمية مختصة في الإغاثة والطوارئ. كم عددكم الإجمالي؟ 2000. 2000 واحد؟ نعم. في منطقة معينة؟ متوزعين على جميع أنحاء المملكة. إيش حنسوي اليوم؟ اليوم حنا وصلنا بلاغ عن مفقود، لا نعلم أي معلومة عن مفقود سوى أنه يمتلك عربة لاند كروزر اللون أبيض داخلها شخصين. سوينا معهم تجربة لواحد من الفريق سوى نفسه أنه ضاع في البر. إيش أول خطوة بتسووها؟ بيوصلنا بلاغ من الشرطة أو من الدفاع المدني إن في شخص فقد، آخر إحداثية يكون لقطها البرج بيزودونا فيها وزارة الداخلية، يقول لك الشخص هذا تواصل مع أهله أو ذويه، وبعد كذا إحنا بننطلق من آخر نقطة. إحنا الآن وصلنا لآخر إحداثية رصدها البرج. المنطقة مسوية زي حرف اليو، صب بعدين في محافظات. نبغى جميعنا نمسح ونلتقي بعدين في مخرج وبعدين نبدأ نقرر هل ندخل غرام بليس أو نشوف مناطق ثانية نمسح. سلامتكم اولا والعمل بشكل مجموعات. كل مجموعة حتروح للجهة المخطط لها. الآن قول كم تقريبا بتجيكم حالات يعني؟ والله شوف احنا من مركز العمليات بيستقبل يوميا بلاغات. حكيني عن البدايات، سنة كم بدأت؟ في 2014 بدأنا كفريق تطوعي. 5 أشخاص؟ بدأنا ب5 أشخاص. فقط؟ نعم فقط. والآن 2000 شخص؟ الآن 2000، نعم. اتجهوا وراي عشان بطلعكم مكان امان افضل من كذا، المكان شويه وعر. سرعه البلاغ، اول ما تشك انه في شخص ما انت عارف توصل له وراح البر فورا تبلغ، وهذه الساعات ممكن تفرق. لقيوا ناس ضايعه صار لها 4-5 أيام وماتت، فموضوع سرعه البلاغ هذه مره مهمه. الحالة موجودة وتم العثور عليها، فقط السياره كانت مغرزه عنده وراح نقدم الاسعافات الاوليه. أما يعني صاحبك ده مختفي مخبي نفسه بين الهضاب ولا مدري فين، ما عارف كيف لقيوه أصلا. تعال أعطيني أستاذ سعود بعض الأمور اللي هي الناس اللي يروحوا البر بشكل عام مهم أنهم يسووها علشان يتجنبوا حالات الطوارئ. أترك خبر مع أكثر من شخص، طبعاً اللي حاب يطلع رحلات طويلة دائماً نفضل أنه يكون أكثر من شخص أو أكثر من سيارة. طيب لو تعطلت إيش الحل؟ أنك ما تغادر موقع العربة، تقدر طبعاً في طرق أخرى تقدر تستفيد منها اللي هي الكتابة على الرمل. يكتب SOS بخط كبير علشان إذا في درون قاعد يدور عليه ممكن يساعد إنه يلاقي المكان. موضوع الكفر، واحد يختار هضبة مرتفعة علشان يبان الدخان لأكبر مسافة ممكنة.